نقوم نحن في بلدية غزة بتطوير هذا الشارع. هذا الشارع اسمه شارع بغداد، وهو يقع في البلدة القديمة لمدينة غزة، وتم البدء بحفر خط للصرف الصحي بعمق 4 أمتار. أثناء الحفر تم العثور على بعض القطع النقدية اللي كانت موجودة داخل الجرار وتناثرت والتقطها المواطنون. تحفظنا على الموقع وتم ردمه من جديد إلى أن يتم طبعا حفره بعد ذلك بمراقبة من المختصين من وزارة السياحة والآثار. حسب الصور اللي شفناها لهذه القطع هي يعني تعود للفترة العثمانية. بتعرف الفترة العثمانية في مدينة غزة بدأت من القرن السادس عشر تقريبا 1516 لمدة 400 سنة لغاية 1917 اللي هي الحرب العالمية الأولى. Thank you.